صحيح رسالة هي رسالة سلام، هيدي الرسالة الأسمى يلي حاملينا من خلال الدورة الرابعة من مهرجان ضيافة، رسالة سلام من دبي من الإمارات العربية المتحدة للعالم لكل خط الدفاع الأول بكل أنحاء العالم. هيدي رسالة شكر لإلهم للحفاظ على صحتنا، للحفاظ على الوقاية يلي أنعمنا عليها بال2020 في ظل ظروف استثنائية ما بنعرف شو بيصير فيها بعد كم يوم مثلا تتغير، شو الخطة يعني شو خطة المتغيرات، يعني شو عاملين الاحتياطات إذا صار شيء طارئ؟ نحن بالنسبة لإلنا ما بقى رح يصير شيء طارئ أكثر ما صار، نحن سنة 2020 هي سنة طارئة وهي سنة كليتها فيها مفاجآت، بس نحن بالنسبة لإلنا هو سلامة الأشخاص، الحفاظ على الأشياء الاحترازية والوقائية، هيدا أهم شيء، والحياة ستستمر. اعتدنا دائما بضيافي انه يكون بمكان الحدث هو مكان مغلق في اجراءات مختلفة، السنة في نقل نوعية. صحيح، السنة هو نقل نوعية تماشيا مع الحدث ومع الوضع اللي هو موجود. نحن السنة المهرجان هو رح يكون outdoor، رح يكون على ضفاف اكبر نافورة بالعالم يلي رح تكون مغمورة باطول سجادة حمراء، واكيد هيدي السجادة بتليق بأصحاب الإنجازات. رح يكون جماهيري يعني كل الناس فيها تحضر؟ لا، مش كل الناس فيها تحضروا، رح يكون عنا بس شخصيات عددها 250 بس هي رح تكون عم تحضر المهرجان. نحن الله يسلمك رح نشارك في المهرجان، طبعا تغطية رح نغطي المهرجان بشكل كامل بربع الطاقم اللي يتطلبه مهرجان مثل هذا. طبعا نحن وظفنا الذكاء الاصطناعي في هذا الشيء، فتلاحظين اليوم انه في الايفنتات الكبيره في اجراءات احترازيه لازم ناخذها، فعندنا سوفت وير طورناها عندنا في الشركه في انفينيتي 8، وهذه السوفت وير ترصد كل الاشياء اللي قاعده تحصل تتعلق في ضيافه وترسلها لغرفه العمليات عندنا في الشركه، وعندنا بعدين من خلالها نبثها نحن على التواصل الاجتماعي بربع الطاقم بس. السنة بضيافة بدنا تو ميك شور ناكد انه كل التدابير الوقائية خصوصا للماسك وهيك عم بقدر ساعد المشتركين واللي عم بيتكرموا، وكمان العرايت كاربت كيف يقدروا ينسقوا الماسك اللي هو الكمامة تكون جزء لا يتجزأ من اللباس ككل تيطلعوا على الريد كاربت بطريقة لايقة وحسب قواعد الريد كاربت. وبالنهاية بالاخير في عنا كمان اجمل ماسك، سو بدنا نشوف مين اجمل ماسك السنة. مين من الحضور رح يكون بتوقيع ستايلس ميس عسى؟ بعده شوية في كتير نقاشات مين، بس في كذا اطلالة مثل كل سنة رح كون انا ملبستها.